أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Let's memorize إن شاء الله سورة الفجر from verse 24 to 27 إن شاء الله. أنا have written it over here. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة، يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة. Keep practicing, inshallah, till you memorize. Thank you very much.